شهد ختام بطولة الشيخ جابر العبدالله الصباح للرماية ختاما مميزا للرياضيين الواعدين من الشباب والشابات، حيث كريم الفائزون والفائزات، والتي كانت فرصة مهمة لهم لزرع الثقة والقدرة على مواجهة الرماة العالميين. يسعدني ويشرفني أن أتواجد بين أخواني وأخواتي الرماة بالإنابة عن الوالد الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، بعد توقف دام سنتين بسبب الظروف الصحية التي مرت على البلاد، وأنا سعيد جدا في هذا التواجد اليوم. واللي تنافس فيها أبطال الرماية الكويتية على سبع مسابقات، مسدس وبندقية وقوس وسهم أولمبي، فئات الرجال والسيدات. أنا طبعا سعيد في النتائج اللي حققوها أخواننا وأبنائنا وبناتنا الرماة. وسط تفوق ومنافسة ملحوظة للمتسابقين والمتسابقات، جعلهم يحصدون عددا كبيرا من المراكز الأولى في مختلف فئات المسابقة. كانت الأمانة منافسة جدا عالية فيها، خاصة كانت سكوراتنا قريبة من بعض، والصعوبات اللي واجهتنا كان الهواء وايد قوي، فكان اللي يبين في مستويات اللاعبين مع خبرتهم في هالهواء هذا، والحمد لله أنا قدرنا ننافس فيها. منافسة ودية، والحمد لله المنافسة كانت وايد، يعني الأجواء وايد حلوة. هذه المسابقة ما هي إلا استعداد جيد للمشاركين حتى تؤهلهم لأولمبياد باريس الموسم القادم لعام 2024. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.